السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله تكون في احسن الاحوال. عيد مبارك سعيد يدخل عليكم باش ما تمنيتو علينا وعليكم، باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه وبالرزق والهنا واي حاجه كتمنوها. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديكم معايا لدار عمي، عندنا عراده تما، نشارك معكم الاجواء. بقاو معايا حتى الاخر الفيديو، نتمنى يعجبكم. هنايا مرت خالي هي اللي طيبات، دارت اللحم بالبرقوق، دارت العطريه وزدت عليها الماء باش غادي تشرمل اللحم. هادي الخضره اللي غنديرو في الطحان، عندنا القرعه البصله والقرعه خضراء، قرعه خضراء والقرعه حمراء، وغادي نحتاجو حتى خيزو. هنايا زدت زيت البلدية، كيطيبو بها اللحم كتجي زوينة، هي اللي كتبن اللحم. وهنايا زدت الملحة حيت ما درتهاش في الأول مع العطرية، صافي. وكنزيدو عليه البصلة، عاد كنسدو عليه باش يطيب. هنا كدوز باش دير كسكسو، درت العطريه باش تشرمل الدجاج. زدت عليهم البصله وقبيطاس ديال الربيع، وهنا بالنسبه للدجاج حتى هو زدت عليه زيت الزيتون. Thank you.
دابا بدينا كنحطو العشاء للناس، صراحة جات الماكلة زوينة ولذيذة تبارك الله عليها. نسيت البنات ما صورت لكم الديسير واتاي، صورت لكم غير الماكله. نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.